ايه الاخبار؟ كله تمام يا مولاي. اخبار الحرام لك ايه؟ بالراحة يا ابني، بالراحة بالراحة هوي بالراحة. ها اخبار الحرام لك ايه؟ كل الحرام. هغيرك اجيب مروحة سقف. بالراحة وريني ازاي. بالنسبة للحريم الجداد هجيب لي برد كده يا ابني. حريم الجداد اللي جم الحرام لك اخبارهم ايه؟ كويسين؟ كويسين ومية مية يا مولاي. اكدت منهم انت بتعامل لي كصباع كفته ليه يا ابني؟ هوي بالراحه. اتاكدت منهم ولاحظت ان متفاجئ انت. ها تأكدت منهم وتأكدت ان كل تعال 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 المايه اللي هنا سخنه. ها هو عليها عايزها تلج. هو على دي يلا هو. تأكدت من الحريم وعرفت ان هم يعني مفيدين بالنسبه للقصر ومفيدين ومفيدين بالنسبة للحرام لك؟ بأكيد يا مولاي. قلقني قلقني أنا جايبك تقلقني. تعال 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 اطلع هوا على الأستاذ النوم. تعال هوا على الأستاذ النوم. والسجاير؟ أنت ما سبتهاش في الأوضة ليه؟ يعني مش مآمن لاصحابك؟ ده سجارتين يا معفن. يعني سجارتين خايف عليهم؟ ماشي بعدين بعدين. هقعد الم وراكوا داخل بسجاير. ماشي مهم. ده داخل بشيشه ولا ايه؟ المهم بالنسبه للسلطنه طبعا انت بتحب السلطنه يا براهيم. باكيد يا مولاي. واكيد بتحب السلطان. باكيد. يعني ما هو مش فاهم انا الدور ده. انا مش فاهم الدور. واكيد بتحب السلطان. باكيد طبعا يا مولاي. قائد الدرك بيخن يا براهيم. يا ابن اللعيبة. مش قصدي طبعا يا مولاي بس بيخونك مع مين يعني؟ بيخني مع الجارية اللي عندنا هنا اللي اسمها أسمهان. يا بنت اللعيبة. ايه ده يا مولاي؟ لا سيبني اقتله بقى يا مولاي. هتقتله في الوقت المناسب. في الوقت المناسب هديلك إشارة معينة. هطلع المنديل الأحمر ده هشاور لك كده هو تقوم منقض عليه انقضاضة رجل واحد. ها؟ طبعا يا مولاي. لوحدك. تقتله من غير ما حد يعرف. هقتله يا مولاي في توقيت ما هقولك عليه. حاضر يا مولاي. ماشي. عايز حاجة؟ لا حضرتك عايز أنا حاجة؟ أنا مستني بس قائد الدرك لأن في مؤامرة بتحصل عليا. واحد عايز يختلني. واحد عايز يختلني هيجيب لي أخباره وبعدين هقولك تقتله. تقتله على طول. حاضر يا مولاي. اتكل أنت. سلام عليكم. ايه ايه يعني ما وريش غيرك ولا ايه؟ اهدى كده واشتغل اشتغل بهدوء. مولاي ام ميس يو. سنبل اغا اهلا وسهلا وحشتني يا سنبل. بجد يا مولاي وحشتك. مش وحشتني كده. امال ازاي؟ بقالي فتره ما شفتكش. ها سنبل اغا. ايه الوزير براهيم بيخن يا سنبل. ايه ده يعني طلع جاسوس؟ لا مش جاسوس. تولع السلطنه مش دي القضيه. بيخني مع واحده من الجواري اللي هنا. اوعى تكون اسمهان. هي مفيش غيرها ولا ايه؟ هي فعلا اسمهان.
خلاص يبقى نقتلها يا مولاي. لا ما تقتلهاش، انا بحبها يا سنبل. امال نقتل مين؟ هنقتل الوزير براهيم، وانت اللي هتقتله. انا؟ ايوه انت. في لحظه ما هشاور لك بالمنديل الاحمر ده هتنقض عليه. حاضر ماشي. خلاص ماشي يا مولاي. اتكل انت يا براهيم. يلا. يا سنبل اتكل. طب سلام. مع السلامه. سلم. سلم ايه؟ ما انا سلمت. خلاص مع السلامه. سلام. اللي هو ايه يعني؟ سلام. الله، وبوسه يمين وبوسه شمال يعني. ايوه حاضر. بتنشن في النص. قلنا واحده يمين واحده شمال. انت اصلا شمال. انتوا اللي اديتوني الدور ده. ما انت اليا واحد في الدور. لا مش انا. انا مش فاهم دورك. انا مش فاهمه. بقول لك ايه، اتكل على الله. قائد الدرك. دستور دستور يا مولاي. مولاي السلطان. فنون شعبية داخل عليا. ايه اللي بيحصل؟ معلش يا جناب السلطان. تعمل ايه؟ وبدي بعدين مش قدام الناس بترسيني. والله لو عملت ايه؟ مولاي السلطان العظيم. انا مش فاهم. انا جايبه لنفسي. انا جايبه لنفسي. قائد الدرك. ايوه يا مولاي. ايوه هوي هنا. قائد الدرك. ايوه يا مولاي. لو سمحت يا مولاي بعد اذنك ممكن تجيبه على اقل حاجه؟ الجو تلج. اثبت واسمع الكلام. ها ايوه يا مولاي. ها ايه يا مولاي؟ سنبل بيخوني. سنبل بيخونك؟ ايوه. ازاي ده اغى؟ لا مش بيخوني كده، لا يعني هو تآمر مع بعض الاشخاص على شخصي عشان تآمر ضد السلطنه. يبقى يتقتل. يتقتل يتقتل وبدون سبب عادي. انت اللي هتقتله. انا اقتله يا مولاي؟ اديني انت الاشاره وانا اقتله في التو واللحظه يا جناب السلطان العظيم. في لحظه ما أشاور لك بالمنديل الأحمر ده. أيوة يا مولاي. هتقوم منقض على سنبل الأغا. تقتله. أقتله يا مولاي طبعا يا مولاي. أمال هعمل إيه يعني؟ وأنا وظيفتي أحميك يا مولاي. يعني أنت نفسك تبقى عاطف عوض ولا إيه؟ مش فاهم. طيب يعني هقول لك تقتله، بس أهم حاجة. أيوة يا مولاي. الراجل المتآمر اللي كان عايز يقتلني ده ظبطوه ولا لسه؟ لا لسه ما جبناهوش، لكن هنقبض على المتآمر يا مولاي طول ما أنا موجود. وده اعلى واحد عندي في السلطان. انا اللي بحميك يا جلالة السلطان. طبعا طبعا. اتفضل. اتفضل فين يا مولاي؟ اتفضل انت روح. حاضر يا مولاي السلطان. تكل. اسف الديكور. يا
يا أخي كل حاجة بتبوظ، كل حاجة بتبوظ. أنا مش عارف أنا قلت لمين يقتل مين ومين ما يقتلش مين، مش إشكال. أما أديهم الإشارة بالمنديل كله يقتل بعضه زي ما قلت لهم. إيه ده؟ مولاي السلطان في الحرم لك؟ أهلا يا فيروز. أهلا يا مولاي. أخبارك إيه يا فيروز؟ كله تمام يا أنا مولاي. قلت لك تقتلي حد أو حاجة؟ لا، اليومين دول ما حصلش. قبل كده حصل ونفذتي؟ طبعا. تمام يا فيروز. حضرتك تؤمر بأي حاجة تانية؟ فيروز، أنا قلتلك قبل كده إن أنا بحبك؟ لا يا مولاي. معقولة يا فيروز؟ لا. اوعي اوعي. إيه؟ المدام جت، المدام جت. طيب. اوعي اوعي. هتقتل المدام؟ أنت يا بني آدم. عدل، وقف باحترام. هو يام هانم خلاته.